السلام عليكم. أول موازنة منذ الانقلاب، تقدم الحكومة الموازنة العامة للعام 2018 دون ما تصويت عليها من قبل البرلمان لأسباب تتعلق كما يبدو بظروف الحرب والانقلاب. آراء متنوعة بخصوص الموازنة، بين من يراها نقلة مهمة لتطبيع الأوضاع وتفعيل المؤسسات وتدعيم الدورة الاقتصادية ودعما لعملية التحرير وانتظام حركتها، وبين من يراها موازنة مرتبات مع بعض النفقات الضرورية وقد استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات. عدم حديث الحكومة عن مرتبات المعلمين في التربية يعد مؤشرا سلبيا للغاية بحسب اقتصاديين، إذ يفترض أن تعطي العملية التعليمية أن تعطى العملية التعليمية الأولوية في تسليم المرتبات. المساؤول اليمني يناقش أول موازنة تقدمها الحكومة منذ الانقلاب ويضع التساؤلات الآتية: ما هي الإمكانية الحقيقية لدعم الموازنة والوفاء ببنودها؟ ما هي موارد الدولة التي بنيت عليها هذه الموازنة؟ وهل تتكامل هذه الموازنة مع الجهود السعودية المعلنة لدعم اليمن ومن بينها ملف إعادة الإعمار؟ هذه التساؤلات وغيرها نناقشها في هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. إن الحكومة اليمنية وقد أخذت في الاعتبار كل ذلك تعلن موازنتها المالية لهذا العام بموارد. للمرة الأولى منذ الانقلاب تصادق حكومة الشرعية بصورة رسمية على موازنتها الجديدة للعام 2018. ثلاث سنوات تعطل فيها الأداء الحكومي بشكل كلي عقب انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على السلطة بصنعاء. يقول رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر أن موازنة الدولة لهذا العام تبلغ 978 مليار ريال، أي قرابة ملياري دولار، فيما تتجاوز النفقات 1,465,000,000 مليار و42 مليون ريال، أي قرابة 3 مليار دولار، وبعجز مالي يبلغ 33%. كلنا نوجه رسالة لأعداء الشعب، علينا جميعا تحييد الإيرادات والتوجه بها إلى البنك المركزي، وحينها سنحمل المالية والبنك المركزي والحكومة بشكل عام مسؤولية توفير وصرف المرتبات بانتظام. بن داغر طالب ميليشيا الانقلاب برفع يدها عن موارد الدولة وتحييد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي لتتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير المرتبات وصرفها بانتظام. بن دغر أيضا أكد أن مجلس النواب اليمني سيعقد الشهر المقبل في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لإقرار الموازنة، غير أن ما صدر من رئيس المجلس الانتقالي بدا متعارضا تماما مع هذه النوايا. الرفض القاطع لإنعقاد مجلس النواب اليمني في العاصمة عدن. التحركات الاقتصادية تشير لأن ثمة توجها سعوديا لإنقاذ الوضع الاقتصادي اليمني بدءا بالوديعة المالية والمساهمة في المعركة الاقتصادية التي تخوضها الشرعية وسط حقول من المعوقات. فإلى جانب التأثيرات الكارثية على الاقتصاد الوطني الذي خلفه الانقلاب ونهب المال العام والاحتياطي النقدي من قبل الميليشيا الانقلابية، تبرز جملة من المعوقات تحاول حكومة بن داغر تجاوزها، خصوصا في عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، بدءا باتخاذ مصفوفة من الإجراءات الاقتصادية على رأسها الاستفادة القصوى من موارد الدولة وتأمين رواتب الناس وحاجتهم الدنيا. وقبل هذا وذاك يظل الحسم العسكري وإنهاء الانقلاب هو أولى الأولويات بالنسبة للشرعية والتحالف، ويبقى سؤال لحظة الاقتصادية في اليمن: هل يتعافى الاقتصاد الوطني أم يستمر في العناية المركزة تحت تأثير المهدئات الاقتصادية؟ مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا من مأرب الصحفي المهتم بالشؤون الاقتصادية الأستاذ محمد الجماعي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن أستاذ محمد، موازنة منتظرة من قبل اليمنيين، موازنة الأولى منذ عام 2014، دعنا نبدأ بأبرز النقاط الملاحظات العامة على هذه الموازنة. أستاذ محمد تسمعني؟ أي نعم أسمعك. نعم، كنت سألتك عن، بما أن هذه الموازنة الأولى للحكومة منذ عام 2014، ما هي أبرز النقاط المتعلقة بهذه الموازنة ملاحظاتك عليها؟ باعتقادي ونحن ننظر إلى معركة استعادة وبناء الدولة،
أنها خطوة يعني جيدة وجبارة في هذا التوقيت بالذات. يعني أنا أعتقد أنها أمر ليس بالهين أن تقوم الحكومة بإعداد موازنة وتقديمها في هذه السرعة في عاصمة مؤقتة واقتصاد جديد وخزينة معطلة، وقبل ذلك 50% من الموارد بأيدي الانقلابيين و70% معطل بسببهم، وهو أعني بذلك النفط والغاز والموانئ التي تحت أيديهم، وسيطرتهم أيضا على أكثر من نصف عدد السكان ونصف و20% من الأرض. هذه كلها متغيرات أو لنقل ظروف مؤثرة ومحيطة بالحكومة للقيام بمثل هذه الخطوة. هذه الخطوة عادتني أنا شخصيا إلى الأيام التي كنا نعيش فيها لحظات الترقب لإصدار الموازنة العامة للدولة لدراستها ول يعني استخراج الملاحظات عليها. هذه اللحظات التي نعيشها الآن في هذه الليلة معكم في هذه الحلقة هي أشبه بالأيام التي كنا نعيشها في الأيام الممتازة والرائعة التي عاشتها اليمن، أيام النقد والرأي والرأي الآخر. الآن نحن في حالة حرب، ومع ذلك نحن نناقش أداء الحكومة، وهذا أمر جيد ومتقدم للغاية. هناك الكثير من الملاحظات يمكن أخذها على موازنة مستعجلة بهذه الطريقة، ويعني أعتقد أنها استطاعت أن تقول هذا ما فعلته في الأعوام الماضية وهذا ما سوف أفعله ذاته تماما في هذا العام 2018، بدليل أن الخطة ربما لم تستوعب الكثير من الآمال والطموحات لأننا لم نطلع على تفاصيلها، لكنها أيضا أشارت بإيجاز إلى موضوع البند الأول وهو الأجور والمرتبات وبعض النفقات التشغيلية للحكومة، ولم تعد وليس باعتقادي هناك موازنة للنفقات الاستثمارية والبنود الأخرى من الموازنة العامة للدولة في الوقت الطبيعي. يمكن القول أن البرنامج الذي ستمضي عليه الحكومة غير واضح، لكنه أيضا في ذات الوقت يعيش المواطن اليمني حالة أمل وترقب لحكومة تستعيد أنفاسها من جديد، وهذا باعتقادي أمر مهم الآن في هذه اللحظات. يعني نحن نشهد لحظات ولادة اقتصاد جديد من عدن، ولادة حكومة تقول للناس هذا برنامجي وعليكم أن تحاسبوني وفقا لهذا البرنامج. لذلك هذه الخطوة وهذا الحدث الذي فوجئنا به في 22 يناير اليوم هو حدث هام جدا، ويعني يحق لكل ناقد أن ينتقد وأن يقول، ويحق للمتفائلين أمثالنا أن نفرح بهذه الخطوة وأن نقول أن نشد على هذه الحكومة، نقول لهم تفضلوا البلد بانتظار جهودكم ونحن سنكون عونا لكم. طيب الآن وأنت تتحدث على أن الحدث تم يعني كانت هناك مفاجأة به، برأيك الحديث عن الموازنة وعملية الموازنة التقديرية هل يمكن أن يكتمل دون مباركة أو مناقشة البرلمان؟ إلى أي مدى تؤثر هذه النقطة في هذا التفاؤل الذي كنت تتحدث عنه قبل قليل؟ البرلمان سينعقد، والحكومة كانت مطالبة بهذه الموازنة حتى لو لم يعتمدها مجلس النواب. لا يمكن أن تمضي الحكومة دون رقابة ودون مساءلة، سواء من لجان مشكلة للرقابة والمحاسبة أو من الأجهزة الطبيعية العامة للدولة. رئيس مجلس الوزراء قال بأن المجلس سينعقد في فبراير، والجميع يعلم ماذا يعني انعقاده في فبراير وفي العاصمة عدن، ورغم الأصوات التي ظهرت تطالب وترفض عقده في عدن، يعني هذه ظروف أيضا تحيط بالحدث الذي نعيشه اليوم. مجلس النواب سيأتي وسيجتمع في الاجتماع الأول، وربما سيناقش جدول أعمال للاجتماع الثاني، وبعد ذلك ستعرض عليه الموازنة وستهضم ما بين المناقشة والتعديل، وهم خبراء في هذا الجانب. الآن يعني أقل عضو مجلس النواب بينهم الآن أكثر من 10 سنوات وهو عضو مجلس النواب ويناقش موازنات وغيرها في كل عام.
لذلك هذا التفاؤل لم يكن منبعه أن الحكومة الآن في مصاف الدول وجعلتنا في مصاف الدول المتقدمة، ولكن لأننا نعيش حالة حرب سيتغاضى الشعب نوعا ما عن بعض الأخطاء ويتجاوز بعض السلبيات ويصبر على بعض الآلام التي ستحدث نتيجة تراكم الإهمال أو عدم استيعابها في الخطة الاقتصادية، لكنه سيقول أيضا شكرا لأن هناك من يتحرك ولأن هناك من يعمل في مثل هذه الظروف وبدون موارد وبدون ومع موارد معطلة ومع حصار داخلي للبنك المركزي وحصار خارجي أيضا. هناك ما يدفعنا للتفاؤل أخي، وليس مجرد تطبيل للحكومة وليس لأننا في صف الشرعية، الجميع سيشيد بهذه الخطوة مهما كانت ملاحظاتهم. طيب، وأنت تتحدث عن هذه التحديات الآن يعني في سياق التفاؤل، ونحن نتحدث عن بند أول كما قلت، ونفقات تشغيلية أيضا، رواتب ونفقات تشغيلية، وليس يعني ما تطالب به الحكومات عادة من استثمار وما شابه وخطط مستقبلية بعيدة الأمد. في هذا الخصوص، هل الحكومة وفقا لما هو ممكن ومتاح الآن قادرة على دعم هذه الموازنة والوفاء بهذه يعني الوفاء بالتزاماتها التي التزمت بها وفقا لها؟ بالتأكيد أخي، لأن قبل أن يعلن اليوم أن الحكومة قدرت إيراداتها لعام 2018 بما يقرب من تريليون ريال يمني، لم يكن أحد منا ربما يعلم أن هذه الأموال فعلا تصل إلى يد الحكومة، وأن عدد من المنافذ الصغيرة، ميناء هنا ومنفذ هنا بريا كان أو جويا، وقليل من النفط يباع في حضرموت، لم يكن أحد يعلم أن الحكومة تصل إلى أيديها مثل هذه الأموال. وربما يحق لأحدنا الآن أن يتساءل هل هناك حسابات للأعوام الماضية أم لا، لكن طالما و2018 يعني برأيك من أين تأتي هذه الموارد؟ يعني الحكومة أستاذ محمد لم تحدد من أين تأتي هذه الموارد بحسب متابعتك، وأن تقول أن هناك استغراب إلى حد ما إلى أن تصل الموارد إلى حدود تريليون ريال يمني، من أين تأتي بمتابعتك؟ يعني لم يتطرق احد، لا مراكز بحوث ولا صحافه، الى موضوع الموارد، ولكن بحسب ما متابعتي انا شخصيا هناك يعني عدد من الموانئ البحريه كميناء عدن والمكلا وربما عتق، هذه موانئ الان متحركه وتدخل منها ايرادات لا باس بها الى خزينه الدوله، والاهم ميناء عدن على وجه التحديد. هناك يعني وصادرات من شركة بترو مسيلة وتقدر بثلاثين ألف برميل بترول يوميا، وميناء العبر أو الوديعة الذي بيننا وبين المملكة العربية السعودية، إلى بالإضافة إلى منفذ شحن وعدد من المنافذ البرية، كلها منافذ إيرادية للبلد، سواء كانت ضريبية يعني جمركية أو ضريبية في الداخل. هذه الموارد الآن هي الواضحة لدينا حتى الآن، ليست. طيب، هذه الموارد برأيك هل هي ثابتة أم أنها ولا حتى قروض؟ يعني هل هذه الموارد ثابتة يمكن الاعتماد عليها في الحديث عن تمويل موازنة، وإن كان هناك عجز بنسبة 33%، لكن هي ثابتة أم أنها يعني هناك مخاوف من انعدام هذه الموارد في لحظة من اللحظات؟ لا، باعتقادي الموازنات هي تقدر دائما تقديرية وليست ثابتة 100%. ربما تأتي ظروف وتوقف هذه المنافذ، وربما تأتي ظروف أخرى إيجابية وتفتح الأبواب لدخول وخروج إيرادات وصادرات كثيرة جدا وتدخل منها عملة صعبة. هنا لدينا دعني أطرح مثل من حكومة باسندو، وكانت أسعار النفط متدنية جدا، وكانت الحكومة مؤملة على أرقام كبيرة تصدرها يوميا، لكنها في يعني في الأخير وقع باسندو على 110 ألف برميل آخر ما أتذكره من الصفقات التي بيعت على يد اللجنة المختصة لبيع وتسويق النفط برئاسة رئيس الوزراء، لكن أسعار النفط ارتفعت إلى أكثر من 105 ريال إلى 105 دولار، وبالتالي تقديراتك هنا في موضوع تختلف. كمية التصدير يعني تلاشت نوعا ما،
ونقصت انخفضت إلى حد ما، وأسعارها ارتفعت أيضا إلى أعلى، وبالتالي جاءك في هذه الموازنة ما لم تتوقعه أنت. طيب أستاذ محمد، سنعود إلى هذه النقطة وهي نقطة مهمة، هي نقطة مهمة، لكن نعم. قبل ذلك دعنا نشك في الحديث الأستاذ غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الذي ينضم إلينا الآن من عدن. أهلا بك أستاذ غمدان. أهلا وسهلا بك أخي العزيز وعلى ضيفك العزيز وعلى جميع المشاهدين، حياكم الله. إذن أستاذ غمدان، خطوة توصف بالإيجابية بشكل كبير، إعلان عن الموازنة، لكن السؤال الأكبر موارد الدولة التي حددت، هل هي ثابتة؟ هل من الواضح؟ لماذا لم تعلنوا عن يعني بنود أو تفاصيل أخرى؟ كيف تحصل الدولة أو الحكومة على ما يقارب من تريليون ريال يمني خلال هذا العام؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحكومة خلال الفترة الماضية بذلت جهود كبيرة، ومنذ أبريل 2016 أو بالدقة المعلومة أستاذ غمدان؟ نعم أخي العزيز، يتقطع الصوت. إذا تفضلت نعم بإعادة الإجابة. نعم أخي العزيز، بدأت الحكومة منذ نقل عمليات البنك المركزي في سبتمبر عام 2016 بجهود كبيرة وتأسيس بنك مركزي لا يخضع للميليشيات الإنقلابية والبدء من العاصمة المؤقتة عدن. في هذا الإطار حاولت الحكومة الشرعية إعادة تصدير نفط المسيلة، عملت على ترشيد على توفير الإيرادات وتحويلها إلى البنك المركزي، صاحبت ذلك صعوبات، ولكن الحكومة خلال عام 2017 بذلت جهود كبيرة حققت نجاحات في ذلك. اليوم وهي تعلن موازنة عام 2018 بهذا المبلغ 978 مليار ريال يمني هي من إيرادات الدولة بمختلف القطاعات. نحن لدينا هي طبعا غير ثابتة، هي متنقلة، وإنما هي قدرت بذلك. الحكومة تأمل في زيادة الإيرادات، في قد تكون زيادة وقد تكون نقصان، ولكن نحن نأخذ بالتفاؤل الكبير، حيث إن بعض الإيرادات لا زالت تذهب إلى الميليشيات الإنقلابية وخاصة في شركات الاتصالات والمصانع وغيرها. لذلك حتى نسبة النفقات بالعجز الكبير 33% في ظل هذه الموازنة تظل تكشفية. لذلك الحكومة عدت لجنة مكونة من وزير المالية ومن محافظ البنك المركزي ومن وزير الصناعة ومن عدد من الوزراء لدراسة المتطلبات في المرحلة القادمة وتنفيذ هذه الموازنة على أرض الواقع بجهود كبيرة. سننجح في ذلك بذلك، وحتى نرفع الإيرادات حتى نسد العجز الموجود. يعني بيان الحكومة اليوم أستاذ غمدان أشار إلى أن الموارد التي بيد ميليشيات الانقلاب إذا لم تورد لصالح الحكومة سيكون هناك عدم اكتمال لرواتب القطاعات المدنية في مناطق سيطرة الانقلابيين، هذا أمر كان واضح، لكن الآن نتحدث عن الموارد المضمونة أو التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية، ما هي تحديدا هذه الموارد؟ هل من الممكن إطلاع الناس عليها؟ أخي العزيز، دخلت ضمن الموازنة جميع إيرادات النفط وهي تكاد شحيحة، لا زال نفط معرب ونفط شبوة لم يصدر حتى اليوم هذا بسبب أن المصب يكون في رأس عيسى وهي منطقة تقبع لسلطات الميليشيات الإنقلابية. لذلك عندنا لدينا الذي دخلت فيها الإيرادات من المواني من الضرائب من الجمارك المنافذ التي تتبع السلطة الشرعية دخلت كاملة. هذه الموازنة هي للمحافظات، هي الجمهورية اليمنية للمحافظات المحررة التي تسيطر عليها الحكومة، ولكن بنسبة النفقات فهي للجيش، مرتبات تشمل مرتبات الجيش والأمن وكذلك مرتبات الموظفين وكذلك النفقات التشغيلية بالحد الأدنى لجميع القطاعات. لذلك يا أخي العزيز، هذه التفاصيل سيوضحها. كيف ستتم عملية التوضيح أستاذ غمدان؟ انقطع الصوت.
ستكون متاحة للجميع، وسيكون هناك تقرير مالي اليوم دولة رئيس الوزراء وجه بشكل مباشر وزارة المالية بإعلان التقرير السنوي للعام 2017 وإظهار الإيرادات وكيف استخدمت الحكومة وكيف أجدت لذلك. لذلك سيكون هناك تفعيل لجنة مكافحة الفساد، سيكون تفعيل المؤسسات وجميع الهيئات، كذلك دعوات مجلس النواب لإعداد الحكومة. اليوم مثل في رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر دعت مجلس النواب لإعداد الشهر القادم في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة الموازنة وإقرارها. لذلك الحكومة دعت كل الحكومة فعلت كل المؤسسات التفعيلية بما فيها مكافحة الفساد اللي كان رقابية، وسنمضي إلى الأمام لتنفيذ هذه الموازنة حتى تعم الخير والعطاء لشعبنا اليمني الذي يعيش في ظروف استثنائية، ظروف الحرب. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ غمدان. دعني أعود إلى أستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، برأيك ووفقا بناء على ما تفضل به السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، كيف يمكن للحكومة مضاعفة ما تمتلكه أو قدراتها على إيجاد العملة الأجنبية لتحقيق استقرار أكبر في الجانب الاقتصادي باليمن؟ نعم، الأستاذ غمدان وهو مطلع وقريب من الحدث أوضح أن هناك محافظتان يمنيتان اقتصاديتان مهمتان للموازنة والاقتصاد البلد بشكل عام، هما مأرب وشبوة. لا تزال الحكومة لم تستفد حتى الآن من النفط والغاز الطبيعي المسال في هذه في هاتين المحافظتين بسبب المصب الذي يوجد في رأس عيسى يمر عبر صنعاء والحديدة ومناطق تحت سيطرة الإنقلابيين، والميناء أيضا يصب تحت سيطرة الإنقلابيين. لكن يعني ربما أتساءل وإياك والمشاهدين، لماذا لم تبتكر الحكومة طريق أخرى لتصدير النفط؟ يعني هناك من يتحدث من الخبراء والنفطيين وغيرهم أن هناك طريق من مأرب إلى شبوة إلى الموانئ البحرية عبر الناقلات مهما كانت كلفته. يجب ألا تبقى مئات الآلاف من براميل البترول والغاز معطلة فيما الشعب اليمني يحتاج إليها والحكومة تحتاجها. الآن لدينا أكثر من 12 جبهة عسكرية وسبع مناطق عسكرية و12 محافظة، وأيضا ملتزمة الحكومة بتسديد الرواتب وفقا للبيان في الصحة والقضاء والجامعات و يعني عدد من اللجنة العليا للانتخابات. من أين ستأتي بهذه إذا لم تبتكر خطوات جديدة؟ ربما على الأخ غمدان أن يوضح، وليس علي أنا، أن ما هي الموارد الجديدة التي ستضيفها الحكومة. طيب، لذلك دعني أنقل التساؤل يا أستاذ غمدان، إذن زيادة نسبة الإيرادات. بما أنك تحدثت عن هذه النقطة، إذن هناك كثير من النقاط المستغربة، يعني مثلا هذا الحديث عن عدم قدرة الحكومة على تسويق وبيع المشتقات النفطية، لماذا لم تبتكر حلول أستاذ غمدان؟ هناك كثير من النقاط التي تطرح في هذا السياق. أخي العزيز، الحكومة لديها مشروع ولديها خطط في ذلك، ولكن بالنسبة لخط نفط مارب تسويقه يتم عن طريق رأس عيسى، لذلك صعب تصدير ذلك النفط. الميليشيات الإنقلابية رفضت ذلك، لكن هناك طرق بديلة لوزارة النفط يتم الإعداد عنها. الحكومة لديها في ذلك خطط قادمة إن شاء الله خلال الشهرين الثلاث أشهر القادمة سيتم الإعلان عنها وإن شاء الله ستتكلل بالنجاح. طيب أستاذ غمدان، بسؤال أخير بالنسبة للموارد أو المنافذ التي تتيح موارد للحكومة الشرعية والتي تقع في المحافظات في سيطرة الشرعية، لكن قد يكون هناك نوع من التأثير الذي يوقف عملها بشكل أو بآخر بعض الموانئ والمنافذ، هل لديكم ضمانات لاستمرار عملها بدون مشاكل خلال هذا العام؟ أخي العزيز، كانت هذه الموانئ لا تورط في السابق، ولكن جهود بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية وجميع الموانئ حاليا تورط إلى البنك المركزي. ليس لدينا أي إشكاليات في جميع الموانئ، موانئ ميناء عدن، المكلا، المهرة، جميعها تورد الإيرادات إلى البنك المركزي عدن، لذلك ليس هناك أي إشكالية من هذا الأساس. هناك تحسين في الإيرادات، كانت هناك أموال تهدر،
لذلك في عام 2018 وفي الخطة التي قدمتها الحكومة سيكون هناك تحويل تفصيل هذه الإيرادات ورفعها إلى البنك المركزي، أما جميعها فهي للبنك المركزي تتورد كاملة. يعني يجدر نعم يعني في هذا السياق يجدر أستاذ غمداوة، أشكرك على تواجدك معنا في هذه الحلقة. الإشارة إلى أن وزير النقل كان يأمل أن تعود الموانئ إلى سلطة الحكومة الشرعية بشكل أكبر وتفعل، وله حديث في هذا الخصوص بشكل موسع. أعود إلى الأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، إذن تحديات كبيرة، هناك عجز، يعني تقول الحكومة منذ الآن أن هناك 33% عجز بالنسبة لها، برأيك ما هو الدور الإقليمي هنا، دور دول التحالف باعتبارها المساند الأول للشرعية؟ هل الخطوات الحالية تبشر بنوع من الدعم للحكومة في سياق هذا التحدي؟ أولا دعني يعني أوضح أن الموازنة المطروحة الآن أو المقدرة بتريليون هي عبارة عن أقل من ثلث الموازنة العامة للدولة في 2014، وبالتالي هي تقشفية كما قال الأخ رئيس الوزراء، ونأمل أن تكون فعلا تقشفية وأن لا تكون هناك يعني إيرادات يعني نفقات في أشياء غير مهمة، مع أننا نقدر نظر الحكومة في هذا الوقت بالذات، ربما نجهل الكثير من الأمور وننتقد العديد من الخطوات، لكننا أيضا نقدر توضيحاتهم بعد ذلك عندما يتحدثون عن الإنفاق هنا وهناك. والأهم من هذا أن هذه الموازنة الآن التي العجز الكبير الذي يعني قدر لهذه الموازنة هو في بدايته ونهايته ووسطه هو عبارة عن رسالة للخارج أنه يجب أن يتعاونوا مع الحكومة لسد هذه الفجوة، وأنا باعتقادي أن أهم ما يجب أن تدعم به الحكومة هو تقويتها في الداخل وتمكينها من أدواتها الاقتصادية، وعلى سبيل المثال تمكينها من تصدير النفط والغاز. الحديث الآن عن 30,000 برميل يومياً وعن عدد من الموانئ تقوم من خلاله الحكومة، يعني خلال عامين من خلال هذه المنافذ البسيطة ودون أي دعم خارجي، هذا يعني يعطي مؤشر واضح لأننا يمكن أن ندير مواردنا بطريقة جيدة، والشعب الآن يعيش حالة من نستطيع أن نسميها حالة من الشفافية، لأنه في حالة حرب ويقدم كل يوم يعني عشرات الشهداء من أجل استعادة الشرعية التي نحن الآن بصدد الحديث عنها إلى صنعاء وإلى سيطرتها على كامل طيب الدولة. يعني في دقيقة هذه الأدوات الاقتصادية إن مكنت منها ستكون الحكومة تتقوى في الداخل وتشتغل العديد من الشركات والأيادي العاملة تعود، وتستطيع الحكومة توفير الرواتب إلى كل مكان. طيب بدقيقة أستاذ محمد، هل يمكن أن تتفاعل ميليشيات الحوثي لسلطات الانقلاب مع حديث الحكومة عن إرسال الواردات إلى البنك المركزي لتأمين مرتبات الموظفين في بقية القطاعات المدنية التي لم يتم الإعلان عنها؟ قطعا لن تتفاعل، تركت لها الفرص تلو الفرص، ولو سمح الوقت لسردت لك الفرص التي أهدرها الحوثيون لإيجاد صيغة من التوافق، يعني حتى أن الرئيس هادي في لقائه مع قناة فضائية عربية قال بالحرف الواحد قلنا لهم يبقى موارد ميناء الحديدة تحت أيديكم لكن التزموا برواتب الموظفين الذين تحت سيطرتكم بحكم الأمر الواقع، رفضوا، وهذا عرض مغري للانقلاب يحلم أن يعطى شيئا من الشرعية، يعطى يعني يسمح له بممارسة دوره دون انتقاده عليه ودون أن ترفضه الحكومة، لأن الحكومة الآن ويعني الجيش والقوات المسلحة يرفضون أي تصرف وأي قرارات وأي تعيينات وأي خطوة تقوم بها الميليشيات. الآن رئيس الجمهورية المعترف به شرعيا من كل دول العالم ومن الداخل أشكر على وجه الخصوص يقول لهم تفضلوا هذه الفرصة، أعطوا الشعب يعني رواتبه، يرفضون هذه الفرص. ولذلك أنا يعني ربما أستطيع الصحفي أن أوضح نعم نقطة ذكرها بيان رئاسة الوزراء لا ما عاد معي وقت أستاذ محمد حول موضوع المرتبات وهو شيء يؤلمنا جميعا. ما عاد معي وقت، أشكرك أستاذ محمد الجماعي، قد نتطرق لها في حلقات قادمة. الصحفي المهتم بالشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير، بعده نستأنف الحوار في هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء.
أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من المساء اليمني، وأرحب بضيفي الذي ينضم إلينا الآن، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا الكرام، حياكم الله. إذن أستاذ مصطفى، ما هي القراءة الإجمالية لموازنة عام 2014 التي قدمتها الحكومة اليوم؟ بداية، هذه الموازنة هي كما وصفتها أيضا الحكومة في تقريرها أنها مؤشرات موازنة عام 2018، وفي تصوري أنها تقديم الموازنة بحد ذاته خطوة كنا قد طالبنا فيها، يعني لكي ينضبط مسألة الإيرادات والنفقات، لكن أيضا يعني هي خطة عامة، مؤشرات يعني غير تفصيلية، وبالتالي يعني لا يمكن أن تكون موازنة بالمعنى الحقيقي ما لم يتم إصدار أو عمل بيان مالي يوضح فيه مصادر الإيرادات وأيضا جوانب النفقات التي تتضمنها الموازنة. طبعا تحدثت عن 1 تريليون من الإيرادات، في تصوري أن الحكومة غير قادرة على تعويض أو يعني استقلاب أو القيام بجمع هذه الإيرادات إلا بإعادة أو استئناف تصدير النفط والغاز، وأيضا تجميع الموارد الأخرى وغيرها. أيضا هي تسيطر على مناطق كثيرة، وبالتالي جزء من هذه الإيرادات لن يكون تحت سيطرتها، وتوقعاتي أن يكون العجز كبير للغاية، لن يكون في حدود 33% كما تحدثت المؤشرات، وإنما سيكون بالتأكيد يعني في حال لم يتم استئناف تصدير النفط والغاز لن يقل عن 70-80%. فهي يعني موازنة كما قيل تقشفية، نتمنى أن نرى قريبا التفاصيل للإيرادات والتفاصيل أيضا لأبواب النفقات حتى يمكن تقييم هذه الموازنة. فيما يتعلق، كان في الحقيقة من الملاحظات التي تطرقت إليها موضوع التعليم وعدم ذكر موضوع صرف مرتبات المعلمين الذين يحتلون أولوية في اعتقادي إلى جانب الصحة، كونهم شريحة مهمة لاستمرار العملية التعليمية على الأقل يعني. طيب، أنت تحدثت على أن يعني هذه المقاربة بحديثك على أن العجز قد يتجاوز نسبة 33%، على ماذا بنيت هذا التصور؟ الإيرادات الحالية يعني للموازنة لعام 2017 إذا مثلنا مثلا ما طبع من عملة في حدود 400 مليار، في تصوري لا تتجاوز يعني 100 مليار، وبالتالي يعني إيرادات مثلا المؤسسات الإيرادية في اليمن غير تحت سيطرة الحكومة لم غير واضحة حتى الآن، وهي لا تتجاوز هذا الرقم، فكيف سيتم يعني خلال عام 2018 جمع تقريبا 1 تريليون ريال؟ في تصوري أن المبلغ كبير للغاية، إلا كما قلت من إما أن يتم استئناف تصدير النفط أو أن يتم طباعة مزيد من العملة المحلية، بالإضافة إلى تجميع الموارد المحلية. طبعا كما تعرف أنه في ظل الوضع الطبيعي يعني الموارد لا تتجاوز 600 مليار ريال، يعني نتحدث عن الموارد الضريبية والجمركية لا تتجاوز هذا الرقم في الوضع الطبيعي، والحكومة تسيطر على كافة يعني كافة المحافظات، ناهيك عن أنها الآن يعني ربما تسيطر على يعني ثلث الاقتصاد اليمني وليس وثلثين تحت سيطرة جماعة الحوثي حتى الآن. طيب، في سياق يعني المدفوعات التي ستقوم يعني بالالتزام بها الحكومة خلال هذا العام بحسب هذه الموازنة، برأيك هل هي منطقية من خلال يعني الوضع الذي تعيشه البلاد؟ لم أفهم يعني الحديث عن البند الأول والنفقات التشغيلية فقط وعدم التطرق إلى جوانب ربما استثمارية أو أخرى يعني تتجاوز دفع المرتبات وما شابه.
هي الموازنة الآن موازنة مرتبات ليس أكثر، وهذا يبدو موازنة مرتبات ونفقات تشغيلية في حد الأدنى، وهذا يبدو طبيعيا في حالة استثنائية وفي ظل حرب. يعني من الطبيعة أن لا يتم الحديث عن الاستثمار في اللحظة الراهنة، لأنه يعني إذا كانت الحكومة عاجزة عن تسليم المرتبات فكيف يمكن أن تحفز أو أن تدفع للاستثمار. لكن هناك جوانب أخرى، إذا ما أرادت الحكومة وكانت قادة أن تعمل شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، تبدأ في تسهيل عملية الانتقال في المدن التي تسيطر عليها، تفعيل الموانئ التي تسيطر عليها، يعني إيكال المسألة يعني في مسألة بعض المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص. أعتقد أنها يمكن أن تعوض هذا النقص الموجود في الموازنة العامة للدولة والذي لم تتطرق إليه. لكن يعني إذا كانت عاجزة عن تسليم المرتبات، وهي أعلنت بشكل واضح أنها يعني ستدفع يعني لن تدفع مرتبات الموظفين المدنيين في الدولة كلها ما لم يتم تجميع كل الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، وفي هذا إشارة واضحة أنها لن تتمكن من دفع المرتبات لكافة موظفي اليمن طالما وإيرادات المحافظات طيب التي تحت سيطرة الحوثي. لماذا التزمت إذن ببعض القطاعات؟ لا أدري مبرر هذا الالتزام. يعني هم ذكروا موضوع الصحة، فكان يفترض أن يكون إلى جانب الصحة هو التعليم، لكن لا يوجد لدي تفسير واضح. القطاع القضائي أظن أيضا، لماذا تم اختيار القضاء واللجنة العليا للانتخابات وأيضا موضوع والصحة. يعني الصحة يبدو مبررا الموضوع، لكن لا يبدو لي موضوع اللجنة العليا للانتخابات مبررا من أي ناحية. يعني لا أعرف، رغم أنه من حق كل موظف في اليمن أن يحصل على مرتبه طالما وهو يعني موظف في الدولة، هذه لا شك فيها. لكن مسألة يعني كيف تم إيراد بعض المؤسسات وإلغاء بعضها، أنا لم أجد تفسيرا لهذه النقطة للأسف الشديد. أشكرك أستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، جزيل الشكر بالعودة. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب أيضا بضيفنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي من تعز. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. أستاذ عبد الهادي، إذن موازنة لأول مرة تعلن منذ الانقلاب، كيف سيؤثر ذلك على معركة اليمنيين في استعادة الدولة برأيك؟ أعتقد أن مسألة إعلان الموازنة العامة للدولة وإعلان حجم النفقات العامة هي تقدم كبير بالنسبة للداخل وبالنسبة للمناطق المحررة. أولا هذه الخطوة تعتبر خطوة كبيرة منذ 3 سنوات أو من العام 2014 منذ أن تم إعلان آخر موازنة. فتصور بلدا 3 سنوات بدون موازنة، لا تعرف كم حجم إنتاجه، ما هي موارده، كيف يتصرف بهذا الشكل. لكن هذا أول وجود حقيقي لحكومة على الأرض بالمعنى العام، وأول ممارسة لأن هناك إيرادات وهناك نفقات حتى وإن كانت نسبة. أستاذ عبد الهادي؟ نعم لأن هناك يبدو تقطع في الصوت أو ما شابه، لكن أنت يعني كنت تتحدث عن هذه الموازنة في موضوع استعادة الدولة وتأثيره في هذه المعركة، تفضل أكمل. نعم، هذا الموضوع يعتبر موضوع حساس وكبير جدا بالنسبة للناس، يخلق حالة من الثقة، حالة من التماهي مع الحكومة، يخلق قاعدة شعبية كبيرة للحكومة على مستوى الأرض، وهذا هو الأهم أعتقد أو الأكثر أهمية، أي أن هناك إيرادات، هناك انتظام، هناك توقفا لمشاريع ما قبل الدولة وللجماعات التي حاولت أن تقتطع أجزاء من الدولة سواء في المحافظة الجنوبية أو جماعة الانقلاب أو بعض الجماعات. طيب، التي اعتبرت وقد أشرت إلى ذلك أستاذ عبد الهادي، وقد أشرت إلى ذلك اليوم، كان هناك بيان لما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي يمنع يعني أو يهاجم موضوع اجتماع البرلمان في عدن، وهناك على ما يبدو تصعيد ضد الحكومة. هل هناك تحدي آخر أو تحدي مستمر بالنسبة للحكومة من هذا السياق؟ بالتأكيد هذه التحديات سوف تظهر في أكثر من مكان،
مجلس العراق الجنوبي له ارتباطات داخلية يرى أن الحكومة تتوسع على حسابه، مجموعة كانت ترى أنها سوف تستقل بالجنوب وأن الجنوب إقطاعية خاصة أو حضيرة خاصة بهم. اليوم بدأت تفقد هذه المسألة، هناك توجه باد، هناك حكومة، هناك سيطرة، هناك قوة عسكرية، والآن هناك سيطرة مالية اقتصادية على هذا الجانب. وهذا المجلس له ارتباطات داخلية وخارجية، هناك بعض القوى أيضا مع الأسف الشديد الإقليمية التي تحاول استغلال هذا المجلس من أجل فرض أجندات خاصة بها. هذا المجلس بدأ بشكل عام غير متزن، بدأ يطرح قضايا كبيرة ثم يتراجع عنها فجأة، وبالتالي هذه العملية سوف تنقص على بقية المناطق وعلى كل الجماعات التي كانت مسيطرة على قسم الإيرادات وما زالت حتى اللحظة. وهذه التحديات الحقيقية أمام الحكومة، إما أن تطلق المعركة الاقتصادية وهي بدأت لإطلاق هذه المعركة، إذا عليها السيطرة على الموارد السيادية، الغاز، النفط، الموانئ، الحركة التجارية، عليها أيضا أن تكون شريك فاعل مع اتحاد الغرف التجارية ورأس المال الوطني في هذه المناطق، عليها أن تتحرك بقوة أكبر لنقل مقرات الشركات والمؤسسات واستعادة أموال التأمينات. طيب ماذا عن النقطة الأخرى؟ ربما هو تحدي آخر يقول كثيرون عن موضوع التفعيل الحقيقي لأجهزة الرقابة وكذلك المحاسبة ومكافحة الفساد، تعزيز الشفافية إلى آخره. الآن أعتقد أن أولا تحصيل الموارد، هنا قوى محلية باسم المقاومة، باسم التحرير، باسم الجيش، لا زالت تسيطر على إيرادات الدولة، بمعنى أن هنالك دويلات داخل الدولة يجب أن تنتهي، لأن الدولة تعني سيادة كاملة على الإيرادات وحركة اقتصادية. كل هذه القرارات إذا لم تتحول إلى أرقام في البنك المركزي وأيضا استمرار في الدورة النقدية، فأنت أمام دورة مخرومة أو دورة غير مكتملة، وبالتالي محتاج في كل مرة إلى من يعززك بالنقد الأجنبي، محتاج إلى استكمال هذه الدورة النقدية. وهذا الآن التحدي الأكبر أمام الحكومة، السيطرة على الإيرادات، السيطرة على الإيرادات المركزية، السيطرة على مواردها المركزية أيضا بشكل عام. نعم أستاذ عبد الهادي، ماذا غير ذلك؟ هناك أنا أعتبر أن رئيس الوزراء جريء جدا واتخذ قرارات كبيرة، لكنه أشار أن الحكومة يجب أن تفرض سيطرتها على النفط والغاز، وهذا تساؤل، ما لم يحدد من هي القوى التي تمنع الحكومة من السيطرة على النفط والغاز، رغم أن مناطق الغاز والنفط هي مناطق محررة. إذن هناك أطراف أخرى محلية وإقليمية هي من تمنع الحكومة من التمكن من أداء مهامها، ما دام أن الحكومة بدأت منذ يومين فقط في فرض سيطرتها على الموانئ الرئيسية بالذات العاصمة عدن والمناطق الأخرى. إذن هناك قوى محلية وقوى إقليمية تشكل عائق، وهو المسألة الأساسية الذي يجب أن يكون هناك وضوح وشفافية في التعامل معه. ما هي هذه الدول، ما هي الأطراف المحلية والإقليمية التي تعيق عودة الحكومة اليمنية إلى المناطق المحررة، وهو ربما ما يعتبره الجميع العامل الأهم والأكثر أهمية في هذه المسألة. أيضا مسألة رواتب الناس واستمرار الحياة وتغطية بقية القطاعات، الحكومة من أجل أن تقوم بمهامها تحت بإمكانيات كبيرة. أشكرك. والحكومة في الأصل لو تمكنت من هذه المسائل كان يمكن أن تحل البقية ربما عبر القروض وعبر المساعدات أيضا. أشكرك إذن المحلل السياسي أستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف انتعز في هذه الحلقة من المساء، شكرا لك، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات زملاء محمد المقبلي ومنصور النقاش وبقية الأفراد في الطاقم الفني. في أمان الله.